أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو أشقاء وأنجال جلالة الملك المفدى وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة. صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله، وذلك صباح هذا اليوم بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفع. بعد ذلك تقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله التعازي بوفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو أشقاء وأنجال جلالة الملك المفدى وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، حيث أعربوا عن أحر تعازيهم وصادق مواساتهم لجلالته في هذا المصاب، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويحفظ جلالة الملك المفدى ويديم عليه وافر الصحة والسعادة. وقد أعرب صاحب الجلالة عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم وما أبدوه من مشاعر طيبة ونبيلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية.